أهلا بكم مجددا. موضوع اليوم ينقلنا إلى تونس ونخصصه للمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد لتشكيل فريقه الحكومي الجديد، وكذا الصعوبات التي يواجهها في هذه المهمة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس مراسلنا فاتح الفالحي. فاتح، ما هي أسباب التأخير في الجولة الثانية من المشاورات التي يجريها يوسف الشاهد مع الأحزاب السياسية؟ نعم يوسف، يعني أطيعك على آخر المستجدات. اليوم رئيس الحكومة بعد صمت تقريبا دام أكثر من 10 أيام عن التصريح الإعلامي خرج وقال بأن الإعلان عن تشكيل الحكومة سيكون في أقرب الأجال ولم يحدد تاريخا لذلك، إضافة إلى أنه قال بأن مسألة الدمج في الوزارات ستكون من الصعب الآن المرور إليها على اعتباره أنها تعطل عمل الحكومة، ما يعني أن المنظومة الوزارات الحالية ستبقى على ما هي. قالت بأن هنالك توافقا كبيرا وتقدم في التوافق بين الأحزاب التي ستشارك في هذا في هذه الحكومة. كواليس المشاورات يوسف بينت نوعا ما من عدم التوافق على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى وهو التقاسم الحقائب الوزارية بين الأحزاب التي ستشارك، وأيضا التعويل أكثر عن الكفاءات في هذه الحكومة، وهو التوجه الذي يريده يوسف الشاهد في هذه الحكومة وترفضه أحزاب عدة من بينها الاتحاد الوطني الحر الضلع الرابع في الائتلاف الحاكم حاليا، والذي هدد بالانسحاب من هذه الحكومة وقال بأن هذه الحكومة ستكون أفشل من حكومة الحبيب أصي. نعم. طيب فتح، هل هناك مؤشرات عن اقتراب تجاوز هذه النقاط الخلافية التي تحدث عنها وبالتالي الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة؟ في سعي إلى تعويض انسحاب ممكن للاتحاد الوطني الحر، رئيس الحكومة المكلف التقى أنسي بحزبين كان أعلن في السابق أنهما لن يشاركا في هذه الحكومة، وأقصد بهما حزب المسار الديمقراطي والحزب الجمهوري. يوسف الشاهد عرض على هذين الحزبين المشاركة في الحكومة على أن يلتقي مساء اليوم بالحزب الثالث وهو حركة الشعب في سعي إلى إدخال الأحزاب المعارضة إلى الحكومة الجديدة، وهي ثلاثة من الأحزاب المعارضة التي وقعت على ما سمي باتفاق قرطاج وأعلنت انسحابها ولكنها الآن عادت إلى المشاورة. يعني هنالك سعي إلى تجاوز هذا التأخير، وخاصة وأنه أصبح الآن محل انتقاد سواء من الرأي العام الوطني أو أيضا من الحساسيات السياسية في تونس ومن المنظمات الوطنية. البارحة اتحاد الشغل انتقد بشدة هذا التأخر وقال بأن المحاصصة الحزبية وتقاسم الحقائق هو من ساهم في تأخير الإعلان عن تشكيل الحكومة. كل الدلائل يوسف تدل على أن غدا يمكن أن يكون موعدا للإعلان عن هذه التشكيل أو على أقصى تقدير بداية الأسبوع، وأقصد بذلك يومي الاثنين والثلاثاء. نعم. على ذكر الرأي العام فاتح، كيف يتفاعل الشارع التونسي مع هذه المشاورات؟ هذه المشاورات مثل ما أسلفت طالت نوعا ما وبينت إلى أبعد حد ما يدور من محاولة لتقاسم الحقائب ولتقاسم المناصب بين الأحزاب التي تشارك في هذه الحكومة والتي أمضت على اتفاق قرطاج، وهو يعني سلوك غير محمود لدى التونسيين. التونسيون عانوا كثيرا من هذا المحاصصة الحزبية التي لم تنتج حكومات قادرة على تغيير الأوضاع. كل الحكومات السابقة كانت حكومات يعني محكومة بتوجهات حزبية وليست محكومة بتوجهات عامة لقيادة البلاد، وبالتالي فإن الرأي العام عموما ينظر إلى مسألة المحاصصة الحزبية بعدم القبول ويرفض هذا المنحة. إضافة إلى ذلك فإن هنالك شبه يعني انتظار لما للحسم في أبرز الملفات التي تؤرق التونسيين ومنها الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن هنالك انتظار لهذه الحكومة على أن تكون حكومة إنقاذ، ولكن مثل ما أسلفت يبدو أن المشاورات إلى الآن ما زالت يعني لم تتقدم أشياء كثير. قد نشهد يعني في اليومين القادمين على أن تشكيل هذه الحكومة للمرور، كما قال اليوم يوسف الشاهد قال بأن على الوزراء المرور مباشرة إلى العمل ومباشرة إلى النظر في أهم الملفات الحارقة. نعم يوسف.
مراسلنا من تونس فاتح الفالحي، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. الأخبار متواصلة مشاهدينا الكرام على قناة ميديان تي في، فاصل ونواصل.